الدكتور بيقول لي حاسس يا دافي كده معاكم المعلم عيانه سعاد وكملت من غير ما اتكلم. كملتي الجلسة عادي وانت نفسك مكسور. معانا يا جماعة حالة كان عندها ورم على المخ وتسبب لها شلل نصفي زي ما احنا شايفين ما شاء الله. همشي يا دكتورة مش هنا ولا لا؟ ان شاء الله. بقيتي ايه رأيك؟ احنا بقالنا كام جلسة؟ أربعة جلسات ما شاء الله، أربعة ومشينا. إحنا هي كانت جاية على الكرسي متحرك، همشي يا دكتورة، عايزين ما شاء الله ماشيين في أربعة أيام. نوريكم تطور حاجات. على فكرة الكورس بتاع الجهاز العصبي المركزي على الأقل بيبقى ثلاث أسابيع، نوريكم في ربع يوم إن العينة ماشية أهي لوحدها ولسه كمان هتمشي أحسن وأحسن. دي ورم على المخ سبب لنا شلل نصفي يا جماعه زي جلطات البق كده.